السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني. النهاردة انا خارجة وقلت اخدكم معايا. ايه ده رنا؟ تعالي يا رنا يا حبيبتي، تعالي في حضن مرات عمك. احنا رايحين نتفسح مع بعضينا، ويا رب الفسحة تكون حلوة وهصورها لكم. وايه، يلا بينا نشوف ايه اللي حصل معانا. يا هو الفيديو صغير مش كبير على فكرة يعني، بس ايه كنت هصور، بس ايه قدر الله ما شاء فعل. يلا نشوف ايه اللي حصل معانا النهارده. دي طبعا ايه، دي شوارع انا، محافظه انا في الصعيد، قلت اصورها لكم. دي حته اسمها حوض 10، كلها فساتين افراح وكوافيرات وحاجات واستوديو وحاجات تخص العرايس. يعني تاخدي الفستان من هنا، تخش الكوافير من هنا، تخش الاستوديو من هنا، يعني مش هتلف كتير العروسه. قلت اصور لكم الفساتين، كان شكلها جميل طبعا، بس هي مش ظاهره معايا في الفيديو. ورايحين نتفسح ورايحين نصور، بس ما صورتش وما اتفسحتش. ليه يا نور؟ عشان الدنيا كانت ضلمه، فالتصوير كان هيطلع مش كويس، فايه ما صورتش. صورت لكم حته صغيره قلت اوريها لكم، وانا وحظي بقى. الدنيا كانت ضلمه وزحمه زحمه زحمه، يعني تقولوا مفيش حد في البيوت، فعشان ما طلعش حد معايا وضايق حد يعني، فما رضيتش اصور كده. دي دخلت النادي بقى، لسه بقى الحياه قدامي وردي، وقلت هصور وكده. بس ايه، قعدت جنب الاسد وقعدت امضي بحظي. وعلى فكره انا سبتها لكم من غير اي مونتاج، الحته دي في اخر الفيديو هتشوفوها. انا بكلمكم دلوقتي عشان انا ما يعتبر ما فيش فيديو اصلا، يعني هو الفيديو تقريبا 4 دقايق كده. دي دخلت النادي، وطبعا ايه جبنا غزل البنات، بناكل غزل البنات او منبوسيا على حسب ما اي حد بيسميها. لسه كنا في اول الفسحه ومستنيين الناس جايه لنا، والناس جت، حتى كناش لاقيين كراسي ولا ترابيزات، وقعدنا نلمهم من الشرق ومن الغرب، وبتاع البوفيه جاب لنا ترابيزه خشب كده مش بتاعت النادي، قلت لها ده دول شايلها للحبايب دي. ودي روجي حبيبتي قاعده بتاكل منبوسيا، كنا لسه في اول الفسحه. ومن اول ما دخلت ما عرفتش اصور من كتر الزحمه، زحمه زحمه يعني. بس كده احنا قاعدين اهو، جاب لنا ترابيزه خشب، وطبعا كنا طالعين واكلين من بيوتنا، ما لقيناش غير الايس كريم اللي هو الوحش ده. ايس كريم بصراحه ما كانش طعمه حلو، والكوبايه دي ب10 جنيه. مش مشكلة الفلوس، بس المهم الحاجة تطلع كويسة. بس اهو يوم مقضيناه، وطبعا اروحوا المراجيح، بس انا بصراحة كنت تعبانة مش قادرة اقوم بصراحة، انا تعبانة مش هكدب عليكم يعني، اقول لا الفسحة حلوة الفسحة وحشة، لا انا طالعة وانا تعبانة من البيت، بس عشان ايه خلصت امتحانات، فايه غصبت على نفسي وطلعت، وياريتني ما طلعت. بس كده قعدت اكل الجيلاتي، وبعد ما اكلت الجيلاتي قلت يا بنتي يلا قومي اعملي الفسحه بقى، روحي الايه، روحي اركبي المركب. خدنا العيال ورحنا نركب المركب. صور. تعالى يا حبيبي. اول مره تلاقيه يعني ده معفن اساسا. تعالى قول انا اي حاجه اصورها في ام الفسحه دي. طيب عايزه تعالى يا ابويا. قعدت اندب لما ما لقيتش المركب، جت حزينه تروح. ها؟ ايوه. ها؟ خلصتيها؟ انا جايباها ليا. يعني ايه؟ استنى طب عيني اتكلمني كلمتين. ازيكم انتوا مرات عمي؟ اتكلمني كلمتين عضوان يعني. جينا نركب المركب ما لقيناش المركب، قاعدين جنب الأعم الاسد ده قبل ما يجي المركب. يلا ماما. بس خلاص. اصور النيل؟ الدنيا ضلمه، صوري النيل في الضلمه. والله ما في كل عين. بس ماشي الناس ما تزهقش.